السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد التشرس هادو اللي كيجيو لذاذين بزاف بمقادير جد اقتصاديه. طبعا موجوده في كل بيت، ما كيشربوش الزيت بزاف وكيجيو هشين. واحد القرمشه اللي غنسمع لكم دابا. غادي يرجعوا عندكم اعتياديا، ما تبقاوش تقدروا تستغناو عليهم لان كيجيو لذاذين بزاف. وغادي نشارك معكم حتى لاصوص د الشوكولات باش ترافقوها معاهم. دابا نبداو على بركه الله. بالنسبه لمقادير د التشرس كيف ما كتشوفوا، هما هادو مقادير بسيطه بزاف وموجوده طبعا في كل بيت. كما كتشوفوا هنايا عندي الكاس اللي غادي نعبر به انا، ماشي ضروري يعني اي كاس كان عندكم اللي غتعبروا به الماء هو اللي غتعمروا به الدقيق، سواء كان كاس صغير او كبير. كما شفتوا هنايا عندي كاس د الماء وهنا كاس د الدقيق. الحاجه اذا لاحظتوا غادي تجبروا بان الماء زايد على الدقيق، دائما عملوا الماء يكون زايد شويه على الطحين. هنايا الطحين عندي هابط شويه والماء زايد باش العجينه ما تجيناش قاصحه بزاف. وهنايا عندي الملح، نصف ملعقه صغيره من الملح، والملح كيبقى حسب الرغبه ديالكم. دابا بالنسبه للاضافات، هاد المقادير اللي عطيتكم انا دابا، هاد ثلاثه المقادير فهما اللي كيعملوهم العاديين، يعني المقادير العاديين اللي كيعملوهم في القهاوي ملي كنمشيو للقهوه ناكلو التشرس. فهادو هما المقادير اللي هنايا في اسبانيا كيعملوهم اعتياديا. اما اخرين اللي فيهم في حل لاباتاشو، بحال اللي كنعملوا له الزبده والبيطات، هذوك انا سبق لي جربتهم بزاف د المرات وكيجيو شويه شاربين الزيت. فهاد الطريقه هذه وهاد المقادير هادو ما كيشربوش الزيت بزاف، كيجيو يابسين من الزيت. والاضافات اللي غادي نضيف لهم، هما غادي نضيف واحد ربع ملعقه صغيره من بيكنج باودر او الخميره د الحلويات، وملعقه صغيره من النشا. علاش ضفت لهم هاد الاضافات هادو؟ بالنسبه للناس اللي هنايا في اسبانيا، كاين اللي كيعمل لهم شويه الخميره وكاين اللي ما كيعمل لهم شي. وبالنسبه للنشا انا زدته كاضافه من عندي، علاش؟ لان كيخلي لنا الحاجه تجي هشه، لان التشرس د الزنقه ساعه ساعه كيجيو بحال اللي مجلودين، بحال اللي كنقولوا حنايا، يعني كيتجبدوا واحد شويه. كاين اللي كيجيو مقرمشين، اللي كاين اللي كيجيو مجبدين. وهذه الاضافه اللي غادي نزيد لهم انا الخميره وهاد يعني هاد النشا هذا، غادي يخليهم يجيونا فتيين ومقرمشين في نفس الوقت. ديك القرمشه يعني غتجي فتيه، ما غاتجيش قاصحه بزاف. دابا هنايا عندي واحد كاسرونه غادي نضيف فيها هاد الحليب، عفوا هاد الماء، وغادي نضيف له الملح، وغادي نعملو على نار حتى يوصل لدرجه الغليان. بالنسبه لهاد الخميره غادي نضيفها في الدقيق هي وهاد النشا هذا. انا دابا وضعته على نار، غادي نحرك هذا الملح هذا وغادي نخلي هذا الماء هذا حتى يوصل لدرجه الغليان كيف ما قلت لكم. ها هو دابا وصل لدرجه الغليان. دابا بالنسبه للنار غادي نعملها هادئه، نعمل النار منقوصه، وغادي نضيف هذا الدقيق دفعه واحده وغادي نبدا نحرك. صافي، دابا بالنسبه لهاد العجينه هادي هاد التشرس هذا، يعني ماشي ضروري نبقاو نطيبوا فيها مزيان حتى يعني تكون فحال واحد الكره فحال اللي كدعم لنا في لاباتاشو. فغير هيدا نقدروا نكتفيو بها، غير هيدا. وغادي نجوز دابا باش نعملها في العجانه اولا في الماكينه ديال العجين. هما كيعجنوها بيدو، يعني اللي يقدر يعجنها بيدو يعجن بيدو، اللي ما عندوش العجانه. ولكن انا ما كنقدرش على السخونيه بزاف، يعني خصكم تعجنوها وهي هيدا سخونه. انا غادي نعملها، ومن الاحسن تعملوها يعني اللي عنده الماكينه ديال العجين احسن يعملها في الماكينه ديال العجين. صافي، غنبداو نعجنوها حتى تسبك لنا العجينه، رجعنا واحد العجينه ملسه. بالنسبه للعجن فما غنعجنوهاش بزاف، غنعجنوها من جوج حتى ثلاثه دقائق. صافي، هي دابا من بعد ما تعجنت هانتوما كتشوفوا يعني كيفاش تسبكت. هانتوما تشوفوا العجينه كيفاش كتجي، كيفاش كتسبك معنا ملي كنعجنوها.
وهذا القوام ديال هنايا بردت معانا شويه ملي عجنات، تعجنت فحال اللي بردت واحد شويه. ها هو القوام ديال العجينه، يعني كتلتصق شويه في اليد وماشي قاصحه بزاف. دابا بالنسبه لهاد العجينه باش غنخدموها، من الاحسن يعني اذا كانت عندكم هاد الاله هادي كيف ما كتشوفوا، فمن الاحسن تخدموها بها، كتسهل بزاف على البوش. بالنسبه للي ما عندوش غادي نستعمل البوش ولا هادي. هادي هي هادي، هادي يعني باليد، وهادي عندي بالضو، فغتستعملوا يعني اللي متوفر عندكم، واللي ما عندوش متوفر انا قلت لكم غادي تستعملوا البوش. انا غادي نحاول نستعمل معكم البوش بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم هاد الالات بحال هادو، وغادي نستعمل هذا. اذا كنتو بغيتو تعملوا ديك التشرو اللي معمر، فخصكم تستعملوا هذا باش كيبقى لكم الخوا فين تعمروا التشرو. يعني بالنسبه للناس اللي كيعرفوا هذا التشرو، هذا ارخنتينو، رجعوا كيعملوه معمر كيجي كيحمق. ومن غادي نعمل هذا، هنايا فرشت ورق الزبده باش ما يطرطق لكم شي. هذا البوش هذا ما نضغطوش على العجينه كامله من فوق، غادي نبداو نضغطو شويه بشويه. ها شويه هيدا، هذه هي الكميه اللي خرجتنا هاد العجينه. دابا غندوزو باش نحضروا الكريمه الشوكولات قبل ما نقليو التشرو ديالنا باش ما يبردناش. غادي نحتاج هنايا عندي 50 غرام دو الشوكولات، هنايا عندي 120 مللتر د الحليب، هاد الكاس كيعاد الكاس د العنبه، عندي نص د الكاس زايد واحد شويه، هنايا ملعقه د السكر، السكر كيبقى حسب الذوق، وهنايا عندي ملعقه صغيره د النشا. فواحد كسرونه غادي نخلط الحليب مع السكر والنشا، غادي نحركو مزيان مع بعضهم باش نذوبو هاد النشا هادي. صافي، ودابا غادي نزيد هذا الشوكولاط. هذا انا عندي الشوكولاط هنايا بورو، ولكن ماشي ضروري تستعملوا الشوكولاط بورو، ممكن تستعملوا حتى بالحليب، وممكن تستعملوا حتى كولاكاو، يعني الكاكاو اللي كنعملوا في الحليب، فحتى هذاك ممكن تستعملوه. دابا غادي نوضعها على نار هادئه مع التحريك. صافي، هنايا وضعت هذه الكريمه ديالي على نار هادئه، على بيد من تعدلنا الكريمه غادي نعمل الزيت باش يسخن، غادي نغسلو العافيه وغنخليه يسخن، على بيد من نحضر الكريمه ديالي. صافي، غادي نبقى نحرك حتى تعقد معانا. هي بدات، هي هنايا بدات كتعقد واحد شويه. صافي، غنخليها حتى توصل لدرجه الغليان، يعني يبقاو يطلعوا معنا بحال فقاعات على هذا الشكل هذا. صافي، وغادي نرفعوها على النار. صافي، دابا غادي نبداو نقليوهم، غنوزهم غير على هذا الشكل هذا، ما كيلصقو ما حتى شي حاجه. غادي نوضعوهم في الزيت، صافي هما دابا من بعد ما قليناهم. بالنسبه للقوام ديال الكريمه ديال الشوكولاته اللي حضرناها هي هذه، كيف ما كتشوفوا كتجي لذيذه وغزاله. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، انا متاكده غادي يعجبكم هاد التشروس لان كيجيو لذادين بزاف بزاف. هانتوما سمعتوا القرمشه في الاول ديال الفيديو، كتجي ديك التقرمشه فيهم هشيشه،
وانا غنقسم معاكم دابا واحده، وانتم غتشوفوها من الداخل كيف هي، ما شربش الزيت نهائيا. ممكن نرفقوها باي صوص بغيتو، انا عندي حتى صوص ديال الكراميل سبق لي كنت شاركتها معكم في التعليقات ديال الصابلي، غنخليها لكم صندوق الوصف. ما تنساونيش باللايكات والكومنتاريوس ديالكم، وتبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي جديد معنا في القناه كنرحب بهم، واذا كانت عجبتكم القناه فما تنساوش الضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ودابا غادي نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.